من كم سنة وقت فتت على العمارة كنت مثلي مثل كتير طلاب، مو عارف من وين بلش ولا شو بيلزمني أدوات ولا شو مخبالي بالسنين الجاية. وللصراحة عامل المفاجأة والتجربة الشخصية جدا مهمة، إلا إنه في كتير أمور مانا مضطرين نضل نعيد نفس الأخطاء ونفس المشاكل. ومع بداية الجامعات ودخول طلاب الجدد لقيت كتير أشخاص عم يكتبوا وينشروا للطلاب اللي فايتين من جديد على العمارة. البعض كان إيجابي وواقعي، والأغلبية للأسف كان سلبي ومبالغ، إما بترغيب أو بترهيب. لهيك لقيت إني ممكن وصل الصورة اللي شفتها وجربتها بمصداقية خلال سنين دراستي بالعمارة، لحتى الطلاب الجدد يلاقوا دليل أو مرجع يحسنوا يتعاملوا من خلاله. وإن شاء الله حيكون في فيديوهات قادمة مهمة لكل حدا فات عمارة أو ناوي يفوت عمارة ويعرف شو في بالوسط المعماري. بداية، من أهم الأمور اللي بتلزم طالب العمارة هي أدوات الرسم. بهالفيديو ححاول قدر الإمكان أقول لك شو الأدوات الأساسية اللي بتلزمك واللي بنصحك فيها. من الأشياء المهمة اللي حتستعملها بالسنة الأولى هي كراتين للرسم، غالبا بنستعمل كانسون. وطبعا من الأدوات المتعارفة عليها جدا هي مسطرة التاء، حتلازمك خلال السنة الأولى دوما. ومع مسطرة التاء في عنا مجموعة من المثلثات بزوايا مختلفة لحتى يساعدونا بالرسم، وطبعا المثلث الوصفية لا غنى عنه وحيلازمك خلال الخمس سنين ولا بعد. من الأشياء اللي لقيتها جدا مهمة وريحتني بكتير أمور هي المصنفات، أو اللي بسموه الفولدر. هو عبارة عن شيء بتحط فيه الكراتين وبتحتفظ فيهم، وبيساعدك إذا بدك ترسم خارج المكان بدون طاولة. في منه عدة قياسات، للصراحة أنا بستخدم غالبا قياس الـ A3 والـ A2. وطبعا أوراق الزبدة لا غنى عنهم خلال الخمس سنين، هم ملازمينك دوما، بإمكانك تشتريهم بالوحدة أو ممكن تشتري مجموعة. وأنصحك صراحة إنه يكون معك مصنف لتحتفظ بأوراقك دوما، إما للرسم أو للملاحظات. وبما إنك فايت جديد على العمارة، فأنصحك إنك تمرن إيدك خلال السنة الأولى. لهيك ممكن تخلي معك دوما دفتر تسميه دفتر سكتشات، ضل ترسم عليه، وخلال عدة أيام حتبدأ تلاحظ الفرق على الممارسة. بالنسبة للمساطر والمثلثات في عنا عدة أنواع، حأشرح لك عنه شرح بسيط وحأقول لك أنه اللي بيلزمك وأنه ما بيلزمك. مثلث الوصية مثل ما حكينا هو شيء أساسي جدا إلنا بالعمارة. ومسطرة الروترينج أو اللي بيقولوا لها مسطرة القياسات، هي عبارة عن مسطرة إلى عدة أوجه، وكل وجه مسطر لمقياس شكل، إما 1/50، 1/100، 1/10. بتتعرف على هالقياسات لاحقا بالعمارة. صراحة أنا ما كتير بشتغل فيها وما لها الأداة ضرورية جدا، إلا أنه عم لك عليها. من الأشياء اللي ممكن تستعملها كمان كسنة أولى هي مساطر الفرش، هي اللي بتحلك ترسم طاولة أو كرسي أو شغلات تانية بتعتازها. وكمان أنا برأيي هي من الأدوات اللي ما لها مهمة وصراحة ما بستعملها. وإذا بتحسن تعود حالك من هلأ إنه ترسم يدوي بدون مساطر فبيكون أفضل بكتير. ومن المساطر المهمة صراحة واللي إلى الآن بستعملها هي مسطرة الدوائر. غالبا علاقتنا مع الدائرة قد ما كنا بنعرف نرسمها إلا إنه حتطلع مشوهة شوي، وبالعمارة حتلاحظ لاحقا إنه كتير حتعتاز ترسم دوائر. وفي عنا لزق الكرتون، هذا جدا مهم ولازم يكون ملازمك دوما. وكسنة أولى حيكون أغلب شغلك برصاص، لهيك بنصحك صراحة إنه نجيب هالأداة اللي بيسموها نعيمة أو الفرشاية، كتير بتريحك في موضوع الرسم والمحي. طبعا إذا رحت على المكاتب حتلاقي كتير ألوان وكتير أشكال، للصراحة في كتير أمور حلوة وممكن تفيدك، ولكن مالك مضطر على كتير أشياء ومالك مضطر تعود حالك على كتير أمور. وحأحكي في فيديو قادم عن مبدأ التقليلية اللي حاولت أعتمده بالرسم. من الشغلات المهمة جدا اللي بتنطرح بالعمارة هي موضوع اللابتوب والأدوات، إنه أنا شو اللابتوب اللي بدي إياه وشو المواصفات اللي بدي إياه. إن شاء الله في فيديو قادم ممكن أشرح أكثر عن موضوع البرامج والمواصفات والأدوات اللي بدنا إياها بموضوع اللابتوب، إلا إنه حأقول لك على شغلة مهمة. كتير في طلاب بتتحمس وبتجيب اللابتوب من أول ما تفوت على العمارة، للصراحة هالشي ما كتير جيد، لأنه غالبا بعد كم سنة حتضطر إنك تطور لابتوبك أكثر. بشكل فعلي اللابتوب ما حتعتازه بالعمارة إلا للسنة الثالثة بشكل مكثف. سنة أولى وسنة ثانية حتكون معتمدة بشكل كامل على الرسم. وإذا فعلا حابب تبلش بالبرامج على بكير، فأنصحك إنك تبلش فيها من السنة الثانية. السنة الأولى حاول تركز على جانب الرسم وأساسيات العمارة، لا تفوت حالك بكتير أمور. ولاحظت من الجديد إنه في كتير عالم صارت تتجه باتجاه الرسم الرقمي، وهو أداة طبعا جميلة وظريفة ومساعدة، إلا إنه ما بنصحك تبلش فيها بداية، مثل ما حكينا لا تفوت حالك بألف موضوع سوا. بموضوع الرسم ودفاتر الرسم،
كنت أعتاز كثير دفاتر وجيب عدة أنواع وعدة أشكال وعدة أحجام. بالفترة الأخيرة صراحة صرت أكتفي بموضوع الورق، الورق A4، لقيته هو أريح شيء وطريقة أسلس وأريح بالاستعمال. في منه عدة نوعيات وعدة أشكال. اللي بيفرق معنا أيام بالورق هو سماكة الورق، في 70، في 60، في 80، في عدة أشكال. الصراحة أنا اللي بستعمل أكثر شيء هي 80. من الأشياء المهمة جدا اللي هتستعملها بالرسم هي لام التحبير. في عدة نوعيات، وفي روترينج، وفي نوعيات غالية، وفي نوعيات أرخص. النوعيات اللي لقيتها ظريفة ماركة كورية. طبعا بلام التحبير في عنا عدة قياسات، في 0.1، 0.5 و 0.3، وفي عدة أشكال. القياسات اللي صراحة أكثر شيء بستعملها هي 0.5 و 0.1 و 0.3، وبلاقي يكتفي بالغرض. لهيك إذا مو مجرب ولا نوع فصراحة بنصحك بهالنوع، لقيته أفضل شيء. وكالسنة أولى مثل ما حكينا أغلب شغلنا حيكون برصاص، لهيك حأحكي بشكل مختصر عن أنواع قلم الرصاص اللي ممكن نستخدمها. بداية قلم البواز العادي اللي كنا بنعرفه، مو أي قلم حيشتغل معي بموضوع الرسم خاصة مع المسطرة. قلم الروترينج البواز لقيته أفضل خيار ممكن نشتغل فيه للرسم. وفي قلم الرصاص العادية، قلم الرصاص العادية حنشرح لنا شرح بالتفصيل لاحقا. في عنا عدة درجات، في من الـ H في للـ B. إذا كنت طالب عمارة فبظن إنه عندك فكرة شو معناتها الكلام. وفي قلم بواز اللي بتجي بوزته أسمك، كمان إله استعمال كتير ممكن تستعمله بالمشاريع وبالعمارة. من أنواع الأقلام والألوان اللي ممكن نستعملها هي الألوان الألفة أو اللي بتسمى ماركر. غالبا بالسنة الأولى ما حتستعمل غير رصاص، لهيك الشرح بنشرح لنا شرح مفصل لاحقا. حاولت بهالفيديو إنه بشكل مختصر أشرح لك شو الأدوات البسيطة اللي حتستعملها كسنة أولى، ولاحقا حنفصل بكتير أمور بشكل أوضح. إن شاء الله تكون وصلت لك فكرة ولو بسيطة على الأدوات الأساسية اللي ممكن تحتاجها بالعمارة. إن شاء الله فيديوهات قادمة حنتناول مواضيع أخرى ونفوت بالتفصيل بشغلات تانية. ممكن نحكي عن كتب عمارة وأشياء بالعمارة، ممكن نحكي كيف المعمار حيتصفح السوشيال ميديا، وفي كتير فيديوهات وكتير مواضيع حتشوفوها لاحقا. بتمنى يكون عجبك الفيديو، وإذا لقيته فعلا مفيد بتمنى تشاركه مع رفقاتك ومع الناس المهتمين بالرسم والعمارة. والسلام عليكم.